متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: تراجع على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، أيضا درجات الحرارة تبقى أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والوسطى، وليالي باردة نسبيا في أغلب المناطق. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة، وبالتالي ساد طقس صافي في عموم منطقة الجزيرة العربية وأيضا المملكة العربية السعودية. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين، حيث يلاحظ استمرار لتأثر المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد. درجات الحرارة ستكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في تلك المناطق، بينما تكون حول معدلاتها على سواحل البحر الأحمر والمنطقة الغربية والجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة تستقر درجات الحرارة حول 31 درجة مئوية في يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين أيضا، لكن الحرارة الصغرى يتوقع أن تسجل المزيد من الانخفاض خاصة يومي الأحد والاثنين، حيث تسجل 16 درجة مئوية فقط، وبالتالي الليالي القادمة يستدعي لبس ملابس أكثر دفئا مقارنة بالأيام السابقة. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.